fine, thanks. And you? I am fine, thank you. Let's go. صح كتروح الماريكان ولا تلقى بالماريكانين تفهم بلي ما فهمت والو باسكو الإنجليزية تاعهم دايرة هكذا. Yo, what's up, though? How you doing? Is everything alright? Let's bounce. المثال الأول اللي سمعتوه هو الإنجليزية الأكاديمية، والمثال الثاني هو الإنجليزية العامية تاع الطريق، حب يقول تاع اللي يحبوا يطيحوا خشين. مالا في هذا الفيديو راح نطيحوا خشين، ابقوا معايا. خوتي خواتاتي السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد، معي انا مستر امين. هذا العدد للمشاركه في مسابقه بودكاست عربيه سوبر ستار لليوتيوبرز اللي عندهم اكثر من 50,000 مشترك. قولوا مثلا خليت الطوموبيل تاعك مقارية وكي وليت لقيت واحد يسي يسرق فيها، ما تقولوش هاي وات ار يو دوين ايم جوين تو هيت يو، يسرقك انت بالطوموبيل هذه. قولوا يو وات يو دوين ام غانا بيت يو اب. عباك تشوف كيفاش يهرب، الريح ما يخليش موراه. يو في الانجليزيه العاميه من معاني تاعها هاي، واتش هي اختصار what are you، doing تبقى doing صح في الانجليزية الاكاديمية يقولوا doing doing، صح في الانجليزية العامية يزيدوا عليها تعرف الخشانة doing doing doing. قولوا عجبتك واحدة وحبيت تقولها عطي لي النيميرو تاعك، ما تقولهاش give me your phone number please، واش راح تقول لك no sorry I can't I don't know you blah blah blah. خشن قولها give me your phone give me your phone give me your phone. تعطيك تليفون كومبلي هو بالنيميرو وتزيد لك ساك وتزيد لك دراهم وتقول لك خليني نروح برك بلا خشين ومافيا. على كل حال هذاك شاوم يحوسو دوك حاشا ماشي كاع نكسر برك. من بعد كي ترجع لها التليفون بيان سور راح ترجع لها التليفون وغيرها خلاص رحت في الحكايه، ترجع لها التليفون هيك ترجع لها التليفون ما تقولهاش I am going to call you baby، تقول لك okay my brother، تقول لك ايه خويا. اذا ما قالت لكش okay my sister قولها I'm gonna holla at you girl I'm gonna holla at you girl. شوف بالك girl girl ماشي girl بس لو كانت تقول girl راح تولي تاع بنات، هما girl البنات اللي يقولوا لبعضهم girl 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 I'm gonna holla at you girl معناها راح نعيط لك. تقول لك هلا هلا تولي تاع العربية نورمال هلا مرحبا. give me هي اختصار ل give me و gonna هي اختصار ل going to. ومن بعد كي تحب تغني لها تغني لهاش هكذا my love you the light of my eyes within in my mind، تقدر تيري عليك بحبة بصل من قية بلا قشور نورمال. عباك واش تقول لك، تقول لك راني كارها حياتي كي راني ساكنة في بالك، خرجني عندك الضيق نحب نسكن في راس فارغ وحدي. الخشانة تكون هكذا hit the knife the rifle and the pistol كذا تقول لك هذا هو الراس الفارغ اللي انا نحوس عليه سكني عندك. وهنا الاختيار يرجع ليك، اسكو راك حاب تسكنها في بالك ولا لا. اذا حبيت تسكنها ما تقولهاش yes of course باسكو تسكن في بالك وتخربوا لك قاعد. قولها okay you got it okay you got it، هكذا تسكن في بالك بصح ما يكونش عندها الكوراج تخرب فيه. واذا ما حبيتش تسكنها ما تقولهاش no sorry I can't، جيت تسكن بلا مزيتك قولها forget it forget it forget it معناها انساي اوبلي من الاخر. خوتي خواتاتي في الاخير حابين نقول لكم انه هذا الفيديو ما كان الا اسره وضحك، والهدف منه انكم تعرفوا شويه الفروق بين الانجليزيه الاكاديميه والانجليزيه العاميه. ما تروحوش تخشنوا تاع الصح هكذا ملايبه ما عندك خشنو زيد ما يعفسوكش هو المفيد. And you better wreck that like button, dopes. I gotta split now. See you around. And don't share it. Share it, share it.